أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو قانون والرس. قد يكون قانون والرس معقدا قليلا، ولكنه قانون في الاقتصاد الذي يشير إلى أن وجود فائض عرض في سوق معينة يجب أن يقابله فائض طلب في سوق أخرى، بحيث يكون هناك توازن. لذلك وعند دراسة سوق معينة، إذا كانت كل الأسواق الأخرى في حالة توازن، يؤكد قانون والرس بأن السوق التي تتم دراستها يجب أن تكون أيضا في حالة توازن. نظرية اقتصاد كينز على النقيض من ذلك تفترض أنه يمكن لسوق واحدة فقط أن تكون غير متوازنة دون خلل مطابق في مكان آخر. لقد سمي قانون والرس على اسم الاقتصاد النيوكلاسيكي الفرنسي ليون والرس، الذي خلق نظرية التوازن العام وأسس مدرسة لوزان للاقتصاد. يمكن دراسة رؤية والرس الشهيرة في كتاب أركان الاقتصاد الصرف الذي نشر عام 1874. ولقد تم استبدال قانون والرس وأمثلة أخرى على النظرية الكلاسيكية الجديدة بالنظريات الاقتصادية الحديثة للاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز. وفقاً لنظرية كينز، يمكن للأسواق أن تعمل وتتطور بشكل مستقل عن بعضها البعض. وجود فائض أو عجز في سوق واحدة لا يشير بالضرورة إلى وجود عجز أو فائض في أي مكان آخر.